Raus. Du gehst jetzt. Raus. Ich gehe. Wir gehen wohin? Ich sagte, geh. Sonst rufe ich die Polizei. Polizei, Helga? Ich will dich nicht mehr. Geh. Geh oder ich rufe die Polizei. Franz, ruf die Polizei. Hau ab. Raus. Raus. Und geh. Hau ab. Geh. Dein Mann. أنا بحبك هلقا أنا تساوي فيه هيك أنا بفرجيك كيف تلعيني من البيت كيف أنا غبي اني صدقتك غبي بعد بنتي كرمالك أوكي اوكي زبنتي بغابتي بعد كرمالك كنت بعرف إنه ناطرني مشاكل كتير هون بس كان لازم إجي مع ميرنا حاجتك كذب ميرنا إجت لحالها على اسطنبول ميرنا استني هون راجع كنت نسيان شنطايتي بالمحل كان لازم روح شيلها ما تخيلكم رح تحسوا علي بس كنت قايل لميرنا اذا تاخرت لا تستنيني سافري وانا بالحق يعني لو مسكتك ولحقنا بابا وقتلك كانت رح تضل ميرنا لحالها هون باسطنبول ومصطفى رح يجي ويقتلها بس هو وفى بوعده ضحى بكل شيء ولحقني لهون دغري رومانسي كتير ها قلة عقل ركبتوا امشوا واذا نسيتوا الشنتاية معقولة تكون اهم من حياتكم ما كنت بقدر الشنتاية كتير مهمة طبعا فيها كل مصاريك فيها كل مصارية وكمان فيها شيء اهم من المصاري فيها هاد الصندوق حياتي ما خلصتي؟ جاي شو هذا؟ حبيبتي شو خبيتي؟ ما خبيت شي علبة؟ صندوق صغير له ذكريات عندي تأخرنا مو؟ طيب خلينا نمشي أنا سابق الصندوق لأمي كانت مخبيته هو هدية من بابا ممكن بالله هالصورة صورة جسر حقيقي أساساً ما كان في بالصندوق غيره
كان آخر هدية من ماما قبل ما تموت. قيمته كبيرة. وين ما بروح باخده معي دائما. أكيد. لوين يوسف؟ قومي خلينا نمشي. ليش؟ مو سمعان اللي عم يحكي أختي؟ هربان، ميت قانونيا، وأبصر شو فيه كمان، ما في غير عجايب وغرايب بهذا البيت، ونحن اللي فينا بكفينا. قومي. وين ما رحتوا رح يلاقوكن، هون أحسن لك. يا أخي البيت مليان مشاكل، حرس ومسدسات، مو ناقصنا مشان الله، امشي. يلا. على القليل المسدسات هون لتحمينا من اللي بدهم يقتلونا. ما رح خلي خطيبة ابني تطلع من هون. ميرنا خلينا نمشي. ما رح اترك خليل ابدا طول ما انا عايشه. اسمع، انا مسؤول عن حياه ميرنا. يوسف صدقني انا بفديها بروحي، بحبها ومستحيل خليكن تاخدوها مني. بترجاك فهم علي. ما تضوج وفهم علينا منيح. اللي عملته غلط، يعني كان زواج ميرنا باطل، مشان هيك لازم تطلق غيابي. مصطفى دباره عندي، وكمان زاهر رح لاقي له حل يتركها. أنا قوي لدرجة إنه فيني أحميكم كلياتكم. فهم يوسف، إذا أخذتها من هون رح تجني عليها. شو أخي؟ مشان الله. أنا رح ساعد ميرنا بطلاقة من مصطفى. رح تكون موكلتي. بعد كم يوم بتكون حرة. وأنا مستعد أعطيهم مصاري قد ما بدهم، من 1,000,000 لـ50,000,000، بياخدوهم وبينقلعوا من هالبلد. يوسف، لا تفرقنا. على علمك منين عرفوا مكاننا ومين المعلم برأيك؟ عارف إلهم عيون بكل مكان، بس أنا ما عرفت مين الراس. طيب وبرأيك منين بيعرفوا له الحقير خليل؟ ما سمعت إنه في شغلة مصاري؟ ليك، ما بدنا حدا يدخل بشغلنا لا هنهم ولا غيرهم. بدنا نعمل اللي براسنا، وبنفس الوقت بنستغل هذا الوضع اللي نحن فيه. بدنا ننقل هاي الجثة من هذا القبر لقبر تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الميت كان رجال اسمه خليل طوله. شو كنيته لخليل؟ شو قصدك؟ لك قلي شو كنيته؟ زفدي. على هالنسوة ما جبنا الشناتي من عند البنات، كيف بدنا نجيبهم هلا؟ ولا محرم بركي هو بيجيبهم من هنيك. ما فيني روح بعد هديك المشكلة. لا يا، منروح لحنا. فكر رح يفوتونا بعد اللي عملناه، رح نتقلع يا أستاذ. لوين يا شباب؟ رايحين نجيب شناتينا من الأوتيل، فيهن أغراضنا بتعرف، يعني بدنا نغير ثيابنا. عصمت، نزل الشباب على السوق هلا، اشتري لهم اللي بدهم اياه. ماشي. الله يرزقك يا معلم. بس القصة مو بس قصة تياب، مشان الجوازات كمان. خلاص لا تقلقوا، رح نحل لكم اياها. اول شيء بننزل على السوق، بعدين بتروحوا بتجيبوا اغراضكم. اها، مثل ما بتأمر معلم. اول شيء بننزل على السوق، بعدين بنجيب الشناتي. ما في شيء، اعمل اللي بدك اياه. يلا يلا بلا منارة هلا. Thank you.
Şufi Şubu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.